ولمزيد من التفاصيل ولنتعرف على هذه الغارات الجديدة ينضم إلينا من بيروت الزميل رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان تحياتي لك. على ما يبدو بأن هناك غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، ما هي أبرز التطورات لديك؟ نعم، يعني الضاحية الجنوبية أصبحت تحت القصف الآن بعد هذا الإنذار الذي جاء من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بعض الأحياء هنا في الضاحية الجنوبية، مع تحديد بعض هذه المباني التي يتم استهدافها. حتى هذه اللحظة كان هناك ثلاث غارات جوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت هذه الغارات حي الحدث وحي برج البراجنة. هذه الأحياء حتى هذه اللحظة ولم تكن هي للمرة الأولى التي يتم استهدافها على مدار هذا اليوم ولا حتى على مدار الأيام الماضية، أصبحت هي الخريطة المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية على الضاحية الجنوبية. هذه الغارات التي تم قصفها منذ قليل هي في هذين الحيين، سواء حي الحدث أو سواء حي برج البراجنة. هذه الأحياء أيضا برج البراجنة تم استهدافه أيضا في يعني ساعات النهار من هذا اليوم، وهذه الغارات التي نصفها الآن الغارات المتوسطة مقارنة بغارات أمس التي كانت هي العنيفة والأشد عنفا على برج البراجنة باستهداف إحدى محطات الوقود التي أحدثت دويا هائلا وكرات من اللهب التي ارتفعت حتى عنان السماء وبقيت النار مشتعلة. أيضا حالة الدمار التي يعني يعيها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء هذه الاستهدافات على طول هذه الأحياء الممتدة، سواء حي الشويفات أو سواء حي الحدث أو الليلكي أو غيرها من الأحياء التي يتم استهدافها سواء على مستوى البنية التحتية أو حتى على مستوى البنايات السكنية. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتضح أي من البيانات الخاصة بهذه الاستهدافات حتى هذه اللحظة، سواء إن كانت هي خاصة باستهدافات يحددها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الاغتيالات أو حتى سواء على المناطق المدنية التي يقصفها أو حتى على مستوى البنية التحتية. ولكن وفق الخريطة التي يعني يقولها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف الأحياء، يبدو أن هناك ضربة الآن، هذه الضربة التي حتى هذه اللحظات هي إحدى الضربات الأعنف والأشد، وهي الضربة الرابعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ها هي يعني سحب الدخان التي لا زالت تتصاعد حتى هذه اللحظة في هذه المنطقة، ويعتقد أن هذه المنطقة إحدى المناطق التي يتم استهدافها الآن في الضاحية الجنوبية. ها هي ما زالت حتى هذه اللحظة سحب الدخان تتصاعد بالتوازي مع هذه كرات اللهب التي تتصاعد في هذه المنطقة والحرائق في هذا الحي. يبدو أن هذا الاستهداف ربما في حي الشياح، يعني إحدى الأحياء التي يتم استهدافها طيلة الأيام الماضية. ولكن أربع غارات حتى هذه اللحظة، هذه الغارة هي الأشد والأعنف حتى هذه اللحظات. ما زالت النيران حتى هذه اللحظة تشتعل بين الحين والآخر في هذه المنطقة. ما هي المناطق التي تم استهدافها؟ وهناك انفجارات، يعني هناك هذا الغارة، هناك بعض يعني الانفجارات المتتالية من هذه الغارة في هذا المكان تحديدا، مثلما حدث في الأمس وكان استهداف لإحدى محطات الوقود، كانت أيضا شبيهة ولكن هي أقل نوعا ما. ولكن حتى هذه النيران، الكتل النيرانية المشتعلة في هذه الغارة وهذه المنطقة وهذا المكان المستهدف، حتى هذه اللحظة ما زالت هناك كرات نارية تشتعل حتى هذه اللحظة جراء هذه الغارة. حتى هذه اللحظة يعني سحب الدخان التي نراها حتى الآن في هذه الصورة هي قد تكون أشد هذه الغارات الأربعة التي استهدفت الحيين، سواء حي الحدث أو سواء حي برج البراجنة. ولكن هذه ربما تكون في حي مخالف عما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. رمضان، هل هذه بشكل عام أصبحت رمضان، هل ما نشاهده من يعني من الانفجار هو من الانفجار نفسه أم أن هي غارات تتجدد؟
نعم، هي غارة وحيدة، هي غارة وحيدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في المنطقة التي أشار إليها، ربما هي منطقة الحدث حسب هذه الأخبار التي وردت إلينا الآن. ولكن هذا الغارة وهذا الاستهداف الذي تم استهدافه بهذا كرات اللهب الكبيرة ربما حتى هذه الآن، ومن المشاهدات التي نراها من أحد يعني ممكن أن يكون أحد المستودعات الخاصة بالأكسجين أو كذلك أيضا أحد المستودعات الخاصة للبنزين والوقود، هي التي جعلت هذا الانفجار يبدو كبيرا للغاية، وتصاعد كرات اللهب بشكل متتالي وتصاعد هذا الأعمدة الكثيفة من الدخان حتى هذه اللحظة التي نراها فيها. ولكن هذه الغارة بخلاف الغارات الثلاث التي تسبقها بدقائق على حي برج البراجنة وحي الحدث بشكل عام، ولكن حتى هذه اللحظة وحتى مدة الإخلاء التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تكن هي المدة الكافية بعد هذه الضربات الأربعة من الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجهها لهذه الأحياء المستهدفة حتى هذه اللحظة التي نراها. عدد كبير من قاطني الضاحية الجنوبية حتى هذه اللحظة هم ما زالوا خارج الضاحية الجنوبية بشكل كبير، خاصة مع ساعات الليل ومع أيضا تكثيف هذه الغارات في ساعات الليل المتأخرة. ليلة أمس تحديدا كانت هي الليلة الأشد عنفا والأشد ضروة من حيث كمية هذه المتفجرات التي ألقيت وكذلك عدد الغارات. نتحدث عن 30 غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بضع ساعات من ليل أمس في الضاحية الجنوبية، والتي كانت أيضا الاستهدافات الخاصة بها على البنية التحتية سواء باستهداف محطات الوقود التي يعني كان لها الأثر الكبير في هذا الانفجار، وهذه القوة التدميرية في محيط هذه الضربة الغارة الجوية، وكذلك أيضا القوة التدميرية التي كانت في محيط محطة الوقود في حي برج البراجنة. نعم، هو على ما يبدو يا رمضان بأنه في تلك اللحظات يبدو بأن جيش الاحتلال بات يستهدف محطات الوقود في الضاحية الجنوبية. نعم، يعني هذه إحدى الاستهدافات، ربما كان هناك عدد كبير من محطات الوقود لم تستهدف بالشكل المباشر، ولكن عدد من هذه المحطات مثل إحدى المحطات في حارة تحريك تضررت وبشدة جراء هذا القصف الذي استهدفها في محيطها ما أخرجها عن الخبة. ولكن هذا القصف الذي كان بالأمس الذي يعني جعل هذا الظلام الدامس في الضاحية الجنوبية يبدو نهارا من شدة هذه الضربة كمية النيران وحجمها الذي أشعل الضوء في أغلب الضاحية الجنوبية، وهذه الغارة التي سمع دويها أيضا في أرجاء العاصمة بيروت بشكل كامل. أيضا البنية التحتية اليوم تضررت وبشدة في حي الإغبيري، هذا الحي الذي تم استهدافه بعدد من الغارات الجوية لليوم الثاني على التوالي، أيضا كانت طالته هذه الاستهدافات في ليلة أمس الدامية على الضاحية الجنوبية، وأيضا صباح هذا اليوم كان هناك بعض الغارات على حي الإغبيري، هذا الحي الذي تضررت فيه مبنى البلدية وكذلك قسم الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف، وأيضا هذا الضرر الجسيم الذي أخرجت عنه أو صرحت به المسؤولين عن الضاحية الجنوبية وبلديتها عبر هذا البيان الذي يعني صرحوا به بعد هذه الغارات، وحجم هذا الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في هذه الغارة. ليس هذا فحسب، أيضا القطاع الصحي في الضاحية الجنوبية بطبيعته لم يسلم من هذه الأضرار الجسيمة في عدد من المستشفيات. نتحدث عن 6 مستشفيات في الضاحية الجنوبية تم إخلاؤها والبعض تعرض لهذه الأضرار الجسيمة في القطاع الصحي، وحتى نعم رمضان عملية الإخلاء لازالت مستمرة أيضا في عدد آخر. إذن رمضان سنتابع معك كل جديد، أشكرك كل الشكر حتى الساعة، شكرا على كل هذه التفاصيل.